طيب قلنا في الاكزامين هي قلنا هي 48 سنة وعندها مشاكل في الابر فورم ارم، ألم بيحصل وهي بتكتب يعني، اوكي او بيزيد مع الكتابة يعني. طيب في الاكزامينيشن الالب كان عندها البو بين which is wrist dorsiflexion ومايلد فينجر اكستنشن، يعني انا من اعمل dorsiflexion ومايلد فينجر اكستنشن حيحصل عندي البو بين. No weakness. What is the most likely diagnosis? Dorsiflexion and mild finger لا مع ال بتاعت اللاترال صح؟ أيوة اللاترال اللي بيكون دايلر يس اللي هي كانوا هم اللي هم كانوا عندنا اللي هو التنس البو صح؟ الثانية كانت حقة الجولف اللي هي بتجي في الميديا اللي بيكون دايلر. الميديال بتاعت الجولف، اللاترال بتاعت التنس. والأولوكرانول دي كانت بتكون بوينتد بس في الاريا حقة الالبو تقريبا صح يعني كانت الأولوكرانول. زي تقريبا زي اللاترال بس تحت شوية، يمكن كان بتاعها ما بتنزل على الار يعني ما بتعمل مشاكل فوق بقى فوق شوي دول كرينون فوق شوي. تمام. طيب هنا قال لا التينس زي ما قلنا انها هي مع اللاترال ابيكوندايلايتس essential repetitive strain injury is extensor muscles of the forearm which is insert as a lateral epicondylar of the elbow typical cause pain when lateral epicondylar area which be exacerbated by gripping small object اللي هو عشان انا بمسك القلم فهو قال ده سبب المعمل exacerbation and twisting motion such as opening a jar تمام كمان من الحاجات اللي بتعمل انه افتح الجار يعني في الاكزامينيشن passive extension of the wrist with the elbow in full extension reproduce the pain pain can also brought by the middle finger extension هنا كمان عندنا ممكن عشان لو عملت middle finger extension كمان حيجيني يعني produce the pain likes other sparing the strain it is treated conservative with analgesia red cold compression and sometimes physiotherapy. طيب اللاترال ابيكوندايل على السريع هي follow an accustomed activity زي الهاوس بينتينج والبلاينج تنس عشان كده مسمينها تنس البو كمان في الايدج اللي هو من 45 ل 55 سنه يعني بالذات الناس الدوميننت عندهم دوميننت افكت دوميننت ارم الناس يعني اليمين بيتاثر على اليمين الشمال اللي هم دوميننت شمال بياثر على الشمال الفيتشر هنا بيكون في تندرز لوكالايز في اللاترال ابيكوندايل البين بيزيد مع الريست اكستنشن اجينست الريزيستنت والالبو اكستندد اند سوبرا سباينيشن اوف ذا فورم ارم ذا البو اكستندد تمام الابيسود تيبيكال بتكون بتستمر من يعني تقريبا حوالي 6 شهور ممكن كمان تصل ل 2 years patient tend to have acute pain for 6 to 12 months weeks sorry المانجمنت احنا زي ما قلنا انه to avoid the muscle overload يعني ما حنستعمل اللي هي المسلز يعني ف يعني overloading حندي simple analgesia وستيرويد وقلنا اخر حاجة كمان اللي هو فيزيوثيرابي يعني. طيب شكرا لدكتورة ميادة، شكرا لك. الله يخليك دكتورة مهاب. طيب بسم الله. ليه أنا دائما بيجيني إكس راي؟ حيكون عايز الدياجنوز. طيب عارف السؤال فين بصراحة أنا دورت لك على حيكون الدياجنوز تقريبا رغم إنه ما مكتوب بالظبط. طيب 62 years old complain of 6 months history of recurrent pain in both feet his feet now seem constantly painful although he does go through a period where a pain get even worse تمام عنده بس severe او recurrent pain في both foot لها 6 months والدي والاكس راي كالعادة الصورة قدامنا هي فيها destruction وين في دي البروكسيما دي وين بالضبط كده انا اخبرها لكم ماشي ايوه في ده البروكسيمال صح بروكسيمال ميتا انترفارينجيال جوينت فيرست ميتا تارسو فارينجيال جوينت جاوت ولا ايه جاوت شكلها
الفارس البيكتو. طيب فده جاوت ميتاستاتيك كده، يا هو الجاوت. طيب الاكس راي فيها مالتيبل بري ارتكيولار ايروجن بايلاترالي وذ ادجيسنت سوفت تيشو ماس اند ريلاتيفلي بريزيرفد جوينت سبيس. The erosion observed throughout the metatarsal bone bilaterally. The erosion in the metatarsal bone, as well as throughout the midfoot and hindfoot on the left, are likely due to in part interosseous tophi. These changes are consistent with gout. Even if you are not familiar with the X-ray change associated with gout, the presence of a change around the first metatarsal pharyngeal joint, هو اللي بتخليك تفكر في الجاوت. تمام؟ بس احنا الحاجات التانية بصراحة فعلا عايزين نظبطها بقى اللي قال عليها دي. هنا هي بري ارتيكولار ايروجن باي لاترالي وماشي، وايه تاني؟ وبرزيرفز جوينت سبيس. خلينا نبص عليها بتمعهم كده تاني. هو قال في soft tissue swelling السبيسز بريزيرفد صح؟ ايوه بس في اروجن مشكلة الجوت في موضوع الاروجن دي، عشان كده بنبدا الموضوع ان انا ستيرويدال مش بس عشان توقف الوجع والكلام دوت، لكن هو ليه دور كبير جدا ان هو بيوقف الاروجن، حتى عشان كده احنا بنبداه مجرد الشك قبل ما تعمل اكس ري وقبل ما تعمل تسحب. الحمد لله. انا بتكلم على الايروجن بس، ان هو دي من الحاجات المهمه قوي في الجوت، ان انت بتبدا ليه ان سيف بدري قوي حتى قبل ما تعمل اكس ري وقبل ما تعمل اسبيريشن عشان خاطر موضوع الايروجن ده، ان الان سيف بتوقف الايروجن، ان ممكن يحصل ديفورميتي بقى خلاص لو حصل سبت الانفلاميشن ده عشان امنع الديفورميتي ده. واوريدي حصل ديفورميتي هنا تقريبا صح؟ اه العظمة دي والعظام دي مش عارف هو ده قصده على الرايند ولا ايه؟ حتى عنده فكرة عن الأشعة دي؟ هي البون الترسل دي طبعا صعبة قوي وبتيجي بالسايد فيو، يعني ما بتجيش في الانتيريور فيو دي خالص. سيبك منها، يعني حتى هي الترسل بون اصلا هي هو قال برضو ان هي قصة ان هي تبقى في الفيرست دي، يعني هتبين لنا ان هي جاوت على طول. والديستركشن العنيف دوت ما بيبقاش موجود غير في الجاوت اللي احنا شايفينه. بس الديفيشن ده شوفي عندنا روماتويد ارثريتس، الواحد برضو ممكن يشك في روماتويد ارثريتس ده اللي بيحصل، زي عامله زي شبه الالنر ديفيشن كده فظيع، بس طبعا ما بتجيش في الرجل بتاعي. هي تيجي في اي حته، بس انت في الروماتويد ليه بقى كذا حاجه كاركترستيك هي والاوستيوسايتس كذا عليه يعني. تمام. على فكره زي ما قال انه الميتاتارسال فارنجيال جوينت الفيرس ميتاتارسال فارنجيال جوينت، حتى لو ما عندنا خبره زي انا كده في الاكس راي انها هنفكر في الجاوت الفيرس يعني. بالظبط اي. ما عايز اكمل هو والانكل. الروماتويد ارثرايتس، عشان انت ذكرتها قبل شويه دكتور حسن، انا يعني خالتي كان عندها روماتويد في يعني في التارسوس جوينت دي. بس غالبا بتيجي الاكثر بتيجي في الايدين. ايوه بس كان في، انا شفتها والله صراحه يعني ف لا عادي لا متطرزه ده من اول عادي من اول الحاجات بتيجي في الهاند والفوت، يعني حتى من اول الانفستيجيشن بتعمل اكس راي هاند وفوت، يعني ممكن من الايرست تشينج تلاقيها في الفوت. عشان الهاند بتشوفها اكتر يعني اسهل تشوف. ايوه الهاند مع البيشنت، يعني اول ما تظهر البيشنت فتلاقي يعني الاكزامينيشن كمان ساهد فيها، ف حاجاتها واضحه يعني ما زي بس بتجي يعني. تمام تمام الله ينور عليكم. طب كمل يا دكتوره ماب. تمام. طيب اقرا الجاوت ماشي. قال ان الجاوت is inflammatory arthritis patient typically have episode lasting several day when their gout flare
and often symptom free between episodes. تمام؟ بتجينا الارثرايتس several day تقعد معانا وبكون free بين الابيسودز. الأكيوت attack typical develop maximal intensity with 12 hours. Main feature is present with دائما بيجوا بشنو؟ 12 hours اللي هو بيجوا بين very significant الحالة المميزة swelling و erythema. Around 70% of the first presentation affect the first metatarsopharyngeal joint. دائماً 70% منهم الفارس بيجوا بالميتاتارسوفارينجيال جوينت. الاتاك اوف جاوت افكتد ذيس اريا وير هيستوريكالي كولد البوديجرا. تمام؟ بوديجرا زمان كان بيسموها كده. الاذر انفولف جوينت او الاذر افكتد جوينت اللي هم الانكل الريست والني. لكن اهمها 70% بيجوا بالميتاتارسوفارينجيال جوينت. طيب if untreated repeated acute episode of gout can damage the joint result in more chronic joint problem. تمام؟ بالنسبة للراديولوجيكال فيتشر أول حاجة قال بيكون فيها joint effusion دي الفيرست ساين أو الايرلي ساين بيكون فيه effusion زي فلويد حاسيها. ثاني حاجة بيكون في well defined bunched out erosion with sclerotic margin بيكون في حاجة bunched out وفيها sclerotic حتة بياضة زايد وين injecta articular distribution قريب للمفصل often with overhanging edge. تمام؟ الايدج بتكون overhanging. أول حاجة effusion, ثاني حاجة البنشت أوت ليجن جاكستا أرتيكولار. الحاجة الثالثة بيكون في بيرسيرفيشن للجوينت سبيس لحد الليت ستيج, يعني دائما الجوينت سبيس بتكون سليمة إلا في الليت ستيج. فيها إكسنتريك إيروجن, مهم فيها شنو إيروجن. نو بري أرتيكولار أوستيوبيني, يعني ما في تآكل للعظم زي ما في الروماتويد أرثرايتس. دي حاجة بتميز, لو كنا عارفين الأكسرة كويس كان يعني ميزنا إنه البري أرتيكولار أوستيوبيني من غيره. ثاني الصفت شت أوفا هي المميزة. تمام؟ ال ال الصف تشو توفاي دي يعني دائما في بصص على فكرة بيجيبوها في الإير يعني, فهي شوية يعني بتكون يعني distracted لكن بس عشان تكون معروفة في من يديكم يعني. برضو ولا في الإير هيليكس؟ في الإير إير هيليكس. الإير هيليكس بتاعت الجوت برضو. طيب هنا هذه الإكس راي زي جايبنا قال إكس راي of patient with gout affected the feet it demonstrated juxta articular erosion around the first metatarsal joint overhanging edge associated with a moderate soft tissue swelling. A joint space is maintained. Erosion في المتتارسل وسوالين في الجوينت. يا هم حاجة. Infusion في القال. طيب. خلينا هاند. X-ray. صالح سوا. طيب. هتكون وين؟ البروكسيمال صح؟ لو شفنا الليتل فينجر في الديستال ده صح؟ الليتل فينجر الديستال هنا ديستال انترفارنجيال فوق صح؟ الروجن فوق هنا ولا فين؟ فوق فوق في الديستال ديستال خالص بعيد صح؟ دي مش الروجن؟ اه لا طبعا الروجن في كمان في الرايت هاند في السكند ميتاكاربل في اوفر هانجنج ايروجن هي دي باينه دي الاوفر هانجنج فعلا ان هي الايدج بتاعتها مش يعني طالعه التح ايوه دي هي دي دكتوره هي دي. ازاي بقى معلش يعني هي مش اثر وثابت نفسها اوفر يعني يعني لسه متعلقه شوف هي عامله كانها حرف يعني داخله على جي شويه كده صافينا دي الاوفر هانجنج وهو قصده باكسنتريك ان هو مش جوه الجوينت من جوه يعني الايروجن مش على المارجن بتاع الجوينت ده بتلاقيه في البريفري بتاع الفالنكس زي كده مثلا تمام تحس ان هو مقرقضها من بره العظمه كده يعني كان في حد بيقطمها من بره مش مش من جوه الجوينت سبيس ده في الروماتويد جاي من السنتر يعني تمام حلو جدا في حاجة تانية في الإكس راي دي ولا نعديها؟
طيب قال فيها multiple erosion bilaterally soft tissue mass relative versus the joint. The right hand is finding more proximal to first interpharyngeal joint, the second or fourth proximal interpharyngeal, والفيرس والثيرد متكاربو فارنجيال جوينت وكاربو متكاربو جوينت يعني في أغلبية الجوينت. في الليفت هاند الفايندين برومينانت في الألنر ستايلويد سكابيولو النيل جوينت سكافيولو سكافيلويد يعني سكافيولو النيل جوينت فيرس أنا فيفس كاربو متكاربو جوينت السكن والفيفس متكاربو فارنجيال جوينت والفيرس انتر فارنجيال جوينت. كل ده في الإكسري كل ده إيروجن في كل الجوين. لو لاحظنا كل الجوين دي بتحسها إنها إيروجن يعني مأكلة كلها مأكولة مأكولة. هو اللور إند بتاع الألنا شكلها معمولة وال على اليمين right. اليمين اليمين والترمينال واللي هو في الفيفس ايوه هنا نفس اللي هي دي صح؟ واضحة قوي. تمام تمام طيب what is the most appropriate medication amendment؟ طيب قال 28 years old woman with SLE attended with attends a pre-consumptional clinic she would like some advice regarding her medication prior to getting pregnant. She has never been pregnant before and her lupus has been stable on current medication. تاخد شنو؟ تاخد مايكوفينولات and hydroxychloroquine for 12 months. She also has asthma which is well controlled with the beclomethasone and salbutamol inhaler and she take regular omeprazole for gastroesophageal reflux. فأسي الميديكيشن المفترض تجيب فالمفترض عمل شنو؟ إنه أديها هالف الدوز بتاعت الأوميبرازول ولا أوقف البيكلوميساسون ولا أوقف الهيدروكلوروكين أضيف ليها رامبريل ولا أغير المايكوفينولات لأزاسيوبرين. فالأفضل بمع البريجنانسي أعمل شنو في الخيارات دي؟ غير المايكوفينولات لأزاسيوبرين هيدروكلور يعني عموما البيكلو ما حيجيف ما عنده علاقه الاوميبرازول ما عنده علاقه الهيدروكلوروكين ما عنده علاقه سيف يعني الهيدروكسكلوروكين رامبريل ما في حاجه انها بتقول ان تاخذ رامبريل برضه ما سيف في البريجنس فاخر خيار هو الافضل مايكوفينولات باي اكسكلوجن يعني. تمام قال لك الله يكز ميجوريتي اوف اوتو ايميون كونديشن بريجنس انكريز اللايكليهود اوف لوبس فلير مع البريجنس اصلا فلير بيزيد. It's essential that patient lupus is well controlled and هو بيقل بقى البريجنانسي البريجنانسي increase the likelihood of lupus لا unlikely unlikely بيقل unlike the majority يعني الغالب في الاوتوإيميون إنه بيزيد فيهم في البريجنانسي لكن في اللوبس بيقل. It's essential that patient lupus is well controlled and quite لا دكتور أمام معلش معلش خلينا نوقفك أنا بتهيألي دكتور حسن لخبطتني كل الاوتوميون ديزيز او الماجوريتي اوتوميون ديزيز لما الست دي بتبقى بريجننت يعني بتقل الفلير بتاعت الامراض دي ان جنرال يعني او الماجوريتي ده حاجه كويسه سو بقول ان لايكلي انه هي تزيد يعني ما هي عموما الاوتو اميون قصه ولا لو بس ده الفرق غايته انا ما عارفه قال لك اللايك الميجوريتي اوف اوتو اميون كونديشن بريجنسي انكريز اللايكليهود اوف لوبس فلير بالعكس الحمل بيزيد الفلير على عكس باقي الاوتو اميون الثانيه لكن في اللوبس مع البريجنسي بيزيد الفلير ده غايته على حسب شرح الفقره دي تمام تمام وصل انت كلامك مظبوط صح خلاص نمنا يعني قال طيب it's essential that patient lupus is well controlled and quiescent for at least 6 months prior to pregnancy. طيب اهم حاجه يعني عشان تبقى pregnant لازم يكون انه اللوبس كوايت لست شهور قبل البريجنسي. Given that a mycophenolate stratogenic in pregnancy it must be stopped. It's common practice to change to azacyprine which has been shown to be safe in pregnancy. يعني الاذى safe. But still use it in
كوشن تمام برضو لكن السامر بكوشن. however knowledge of a common medication used not used in pregnancy should lead the candidate in this option. افترض نحن لو عارفين اليوز من النوت خلاص افترض يكون جاوبنا. there is no need to stop albiclomethasone or hydroxychloroquine as they are both safe in pregnancy. omeprazole also safe in pregnancy and a dose don't need to be changed. ACE inhibitor are contraindicated in pregnancy. I must stop or change to another A. يعني أصلا لو بتاخد في ACE يحولها لأي حاجة safe في البريجنس. تمام؟ الأس والأربس الحاجات أيوة. بتاعت الهايبرتنشن كانت المسموعة في البريجنسي كان إيه اللي بول وكان إيه والهيدرولازين اسمها سوري اللي اسمه إيه؟ مثال دوبا وال مثال دوبا أيوه هيدرولازين في الامرجنسي واللابتولول واللابتولول اصلا بيجي الفيرست لاين يعني هيدرولازين بيجي امي. طيب المانجمنت بتاع الاس ال اي عموما اللي هو نان ستيرويدال ولا سان بلوك ده البيزك وهيدروكسيكلوروكين للسكين ديزيز اف انترنال اورجان انفولفمنت سواء كان رينال نيورو اي زين كونسيدر بريدنيسولون اند سايكلوفوسفونامايد لو كان في انترنال اورجان. طيب عايز مننا النكست ستيب في المانجمنت. طيب 68 سنه جنتل مان بريزنت اكيوتلي ويز ا هوت ريد سويلينج بينفول بيكتو تمام. المشكله وين في البيكتو يعني برضو شكله قاود. ذيس هاز بي هاز هابيند توايس بيفور حصلت له مرتين سم ايرز اجو اند هي هاز انيفر سوت ميديكال اتنشن ما اخذ اي حاجه. هي هاز اريز سيرم يوريت ليفل and joint fluid analysis demonstrate negative perfringes needle shaped crystal يعني ها القعود. once a symptom settle he is started on allopurinol but developed severe hypersensitivity reaction to this. which agent should be tried next as long term option للpatient. عيان اخذ allopurinol لكن حصلت له sensitivity بتاعته اسمها شنو درس دي صح. فالمفترض اغيره بعد بدل الالوبرينول الديوكوليشين نابروكسين فيبوكسيستات ميثوتريكسات ولا بريدنيسولون وانا السكند لاين اللي هو الفيبوكسيستات صح بالظبط كده. احنا زودنا كمان ايه كان انتلوريت وكان سي كي دي او هايبر سنسيتيفيتي مثلا للدراج تمام. طيب الفيبوكسيستات هو الاوبشن للمانجمنت اوف الكرونيك هايبر يوريثيميا ان جاود فور بيشن هو ان ار انتوليرنت للالوبرينول اور هوم الالوبرينول از كونترا انديكيتد فور ذا بيربس اوف ذيس جايد لاين. انتوليرنس اوف الالوبرينول ديفايند از ادفيرس افكت ذات ار سفيشنتلي سيفير ويرنت ذيس كونتينيويشن اور تو بريفنت الدوز اسيليشن فور اس اوبتيمال افكتيفنس. واتش اوت فور ا سيفير هايبر سنسيتيفيتي رياكشن انكلود ستيفن جونسون وذ ا فيبوكسيستات which has be would be a reason to discontinue this agent. يعني برضو مع الفيبوكسيستات ممكن يعمل ستيفن جونسون فلازم انتبه له. طيب القاود ده اتغرى صح. طيب عايز مننا which of the following manifestation associated with a high risk of mortality. الحاجة اللي عندها high risk للمورتاليتي شنو. طيب قال 34 years old female attend a rheumatology clinic following a diagnosis of scleroderma تمام. she is very anxious regarding the condition and particularly concerned about associated mortality as they has two children. she was diagnosed following a renal crisis shortly after the birth of her second child and currently under the nutrition team as she has been experienced ongoing weight loss and esophageal dysmotility. scleroderma حصل لها شنو esophageal dysmotility weight loss. The most recent echo performing as a patient prescribed increased shortness of breath on exertion كان عندها right ventricular hypertrophy with a tricuspid trigger. فيعني الخلاص إنه البيشن دي عندها diffuse صح؟ diffuse systemic sclerosis. فالحاجة الـ high risk فيهم شنو؟ renal crisis malabsorption pulmonary hypertension ولا intestinal pseudo obstruction ولا esophageal dysmotility ولا interstitial lung disease ولا pulmonary hypertension صح؟ their cause of mortality صح؟ دكتور ده السؤال كان بيسأل فيه ويوه دكتور محمد صح؟ صح طلع كلامك مظبوط. بالمرة الأرتري هايبرتنشن تقريبا صح؟
ايوه الهايبرتنشن اللي هو اصلا الانترستيشال بيتعمل لك في النهايه البرمري هايبرتنشن، هو ده السبب المباشر يعني 80% من حالات المورتاليتي بيبقى ده. المالابزوشن مع الليميتد ديل كوز يعني فيهم اكثر حاجه كومبليكيشن. طيب قال الموست كوزز اوف ديث ان سيستميك سكلروزز از ريسبيريتوري انفولفمنت اللي هو الانترستيشال لونج ديزيز والبلمونري ارتري هايبرتنشن. This patient shortness of breath on exertion and equal feature of raised right side cardiac pressure are characteristic of interstitial lung disease leading to pulmonary artery hypertension. A systemic sclerosis, demographic, clinical, serology, feature and survival. واحد في ما بعرف Italian patient performed by Ferrari administrate إن المهم الخلاصة قالوا شنو؟ إنه 69% من البيشن ديس over a 4-year period could be directly attributed to cardiac or respiratory complication. دائما سبب الديس بنسبة 69 أو 70% ليها شنو؟ ليها علاقة بالcardiac or respiratory complication. Malabsorption, esophageal dysmotility, pseudo obstruction كلها contribute to morbidity and indirectly to a potential mortality of an affected patient, but much less likely to be directly contribute to mortality. يعني هي this cause بتاع المorbidity لكنها indirect cause للmortality. تمام؟ لما صغروا الكيوبي تمام قلنا الموربيديتي and المورتيليتي associated with scleroderma renal crisis have been dramatically reduced following introduction of AC inhibitor to acute management. دائما مع السكليروديرما رينال كرايسيس بيحصل لها reduce بالمنو بالAC inhibitor. المعلومة دي قلناها كان من صفر صح الAC مع السكليروديرما. والله يا دكتور حسن يا ريت لو تعمل ليها كده سكرين عشان ترسل لي دكتور محمد كان بيسأل منه. حاضر. الاكسبلينيشن. أنا حاضر. تمام شباب. طيب قال الدقنو صح؟ بسرعة الاكسري. طيب حظك حلو مالك شديد في الاكسري لان اكثر حاجه ما قاعد افهم فيها. 85 years old woman present with a long history of poor control type 2 diabetes mellitus present to her GP complaining of swelling right foot. تمام. She described as gummy foot and say she is always tripping over it. المشكلة وين؟ المشكلة في الرايت فود، swelling في الرايت فود. قال حاجة قامي فود، ما أعرف قامي دي شنو. The pain is described as being two of a ten يعني ما شديد. A patient is also described reduce a sensation up to ankle. مع البين ده كمان في plus the sensation. في examination she has a reduced sensation في both feet. A right midfoot is swelling. Warm and slightly erythematous but there is no ulcer present. تمام diabetic لكن swelling. Hot, لكنها ما فيها alteration. والدورزال سبيدس difficult to feel on a right side. تمام يعني مشكلة في السنسيشن البلس برضو ما حاساه وفي سويلين وفي ارثيما. وهي البيشن ديابيتس. دي تشاركت ولا؟ الاكس راي فيها شنو؟ واحد عشان نقول انه تشاركت. ديابيتك ماشي مع التشاركت. فعلا هو ده ستراكشر صح؟ ايوه انستيزيتك اللي هي انستيزيتك جوينت دي دايما بيكون ما في بين وما في. هي باي اكسبلينيشن بس من غير اكسري بدون عرفه للاكسري هي ماشيه مع تشاركوت جاينت بس بس تقريبا في الاكسري هي كان بيكون فيها افلات بس الفيو ده وحش في الشاركوت وحش قوي هو غايه التشاركوت بيكون ديستركتد الجوين عديل يعني عرفتي بيكون مهشش كله أيوة. تقريبا هنا لو لاحظنا ما عارفه اسمه شنو البونه الصغيره بتاعت الترسل لا مش الترسل دي كان اسمها عندها كم اسم المهم العظمه دي تحسها مأكولة يعني ديستركتد بجد
نشوف ايه الاختيارات، والاختيارات كان منهم اللي سيبتيك ارثرايتس، اوستيومايلايتس، شاركوت، اسكيميا، ولا جاوت؟ شاركوت. شاركوت موجودة، خلاص شاركوت معنا. هو معاه دايبيتس من زمان؟ ايوه هو دايبيتس واللي هي نو بين، ايوه اللي هي الانستيشن دي. تمام، دي حسن اجابتها دكتور حسن، دي اجابتها من غير ما تشوف ال، من غير ما تشوف الاكس راي، جابت اجابه على السيناريو بس. طيب نقرا كده الاكس راي نشوف. قال الاكس راي فيها اكستنسيف بون ريموديلين فراجمنتيشن انفولفين للميد فود، الميد فود لو لاحظنا في الميد فود قال فيه ريموديلين وفراجمنتيشن ان كومباينيشن ويز ابريسنس اوف اسويلين ريد وورم جوينت هيستوري بتاع بور كنترول دايابيتس طوال شنو؟ شاركو جوينت. الاكس راي فايند نوت كونسيست ويز اوستيومايلايتس اند كويشن وود جيف اذر كلو سوتش از اوفرلاين السر which is not present. يعني لو كانت osteomyelitis أو حاجة تانية كان لقينا في overlying ulcer، وهنا حاليا ما في ulcer. فلما نحصل remodeling في الجوينت ولا fragmentation، تقريبا الحتة المكسرة دي يا دكتور حسن في الجوينت دي ما شمع الشاركوت جوينت. أنا أوريكم صورة عشان بقول لك مش حلوة الإكس راي دي. إن شفت إيه قبل كده الشاركوت، شفتي بتبان من الشادو اللي بتاع صعبة بصراحة. في واحدة في اسكابيولا كمان فظيعة كانت، دي كانت عبارة عن صحن بس أنا ما بتذكر وين شفتها يعني، بس كانت فظيعة. السفلس برضو، السفلس برضو من الحاجات اللي بتعمل شاركة جوين، هي تبقى خطيرة. الايه؟ هنا الشادو هنا برضو زايد شوية ولا ايه؟ سكولوراتيك يعني؟ وهنا هو مش خاصه بالحاجات الديفورميتي اللي في النص هنا صح؟ غريب ماتشو صراحه من الاكس غريب، شبه اللي عدت علينا من شويه بتاعت كانت ايه؟ الايروجن قصدك؟ الاكسنتريك ايروجن؟ لا لا بتاعت الجاوت اللي عدت علينا من شويه شبهها برضو يعني، بس لا دي تحسها بالجد على كلام دكتور عادل، لانها مقفوله من برا عرفتها يعني، بالجد تحسها انها مشوله من برا يعني، زي الزول الشايل من برا وراء خارن فيها بخرن فيها، لكن لا هنا حاجه متاكله ذاتها ما اعرفه شكلا كده دي من جوا. ايوه هنا هنا ديكي بيكون فيها تقريبا irregular اتش يعني، هنا لا حاجات بتكون regular بس تحس من جوا انه فيها هايبودنس او مالتيبل هايبودنس انها مكسوره خالص فلاتنج يعني مكسور يعني، تحس انها متشاله خالص مش اروجن، مش يعني يمشي الاروجن يمشي على الاوت لاين بتاع البون على الكورتكس وتلاقي فيه فيلينج ديفكت تلاقيه وقع، فهنا لا هنا مكسور هنا الحته دي ماكوله عديل يعني هي مكسوره ومش حاسس بيها ممكن. تاني خلينا نتكلم فعلا من الجنب فراجمنت ناخد لنا سؤال و نقفل، ايه رايكم؟ طيب ان شاء الله ما يكون اكس راي. طيب بجد طب سكان عديل. طيب 70 سنه اول انفستيجيتد فور، عليكم السلام. دقيقه بس دي باجت صح؟ الصورة المشهورة دي باجت. ايه اسلح حافظينها الصورة دي. ايوه ما عندهم غيرها. 70 سنة وعنده بروجريسيف بين في الباك والهيب تمام. ما بيستجيبش للانالجيزيا، بياخد اللي هو المورفين تمام. طيب عمل له بون سكان طلع كده السيركم سكريبت دي. تبقى اسيمتري وبتبقى باتشات واكتر حاجه بتسيب السباين والهب والبروكسيمال فيمر بجد ديزيز. كان في صوره شبه الصوره دي مش عارف بس هتيجي ان شاء الله مع الوقت، كانت هي اللي شبه باجت بس حاجه تانية مش عارف هي ايه، كان مالتيبل ميلوما ولا ايه.
طيب كويس، احنا وصلنا النهاردة لتقريبا 360. كويس، يعني تقريبا خلصنا نص الروماتولوجي إن شاء الله.